السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ممكن تشرح لنا شنو تدير هنايا؟ كنجي مع هاد الخيط اخي. هادو مصارن؟ هي. اش تدير بهم؟ كيتباعو كيديرهم صوصي. صوصات، لمن تتبيعهم؟ انا كنبيع جديدة دكالة كيتباع في كل الابراج. تجمعهم من السوق وتتصيفهم للمدن الاخرى. شنو تيصايبوا بهم؟ صوصيت. صوصيت باش يعمروهم. بالك الكفتة غير الكفتة والربيع والعطرية وداك. باش تحافظ عليهم بالي هنايا. الملح بوحده. كديروا لها غير الملح. غير الملح الماء كيسيلها كيخرج لك الوسخ وداك. تتغسلوها قبل ما تملحوها؟ اييه. ومني تتمشي لتما تيعاودوهم. اليوم بالملح زاد انا والدواء. بالملح وبعد الدواء وداك الشيء كيبقى بيض هكا ها الدجاج. عادي يديروا بالباكيات. دابا انتم تتملحوها هنا وتوزعوها على المدن وهما تيعاودوا ثاني يملحوها ويوصلوها لشي ماء ويديروها للجزاره باش يعمروها. غير بالكفته. شحال دابا تتباع هذه؟ هذه دوكا كتباع هذه كتباع 10 درهم. اها. الحريفه غادي يضرب فيها 28 درهم. 40 درهم. 28 100. 2800. 2800. اها. كتباع بالباكية 70 درهم الباكية. إيه. الباكية فيها خيط واحد تما. يعني شحال ديال الربح عنده؟ هو رابح بزاف، ما حنا ما رابحين والو. انتوما ما رابحين صح؟ لا حنا تكرفيت. انتوما تتجمعوها وتملحوها ولكن الربح هو اللي تيربح اللي تيجي يديها. هو هذوك اللي كيديو هما اللي كيربحوا مزيان. هذه هي الخدمة ديالك؟ هذه هي الخدمة. من قديم الزمان. مؤخرا يعني مع هاد تفشي الوباء وهاد الشيء تفشي الوباء نقص هاد الشيء البيع والشراء نقص كل شيء وتوزيع في المدن كل شيء لا في طانا ولا في جلد ولا في مصران. وما سمحتيش هاد الخدمه بقيتي فيها؟ وبقيت فيها اش غندير كنجمعو كنتقاد غادي نرجع ما كاين شي بديل باش يبدلوا تعاونوا انت نفس الحرفه معاه. لا تاو بالقرنه تاو بالقرنه لا في القرنه ما لقيتوش بديل ما كاينش شي بديل من غير هاد الشيء القرنه الله يرحم ويرفد على الوباء علينا القرنه من غير هاد الشيء خاصنا قرنه حنا راه 20 عام في هذه القرنه. شنو المشاكل اللي تتلقاكم هنايا؟ مسخه بزاف ما كاينش مسؤوليه ما كاين لا الضوء ما كاينش شحال من حاجه خاصه. مني تجيبوا الماء باش تغسلوا المصارون؟ كنشريو السيتيرنا. اه. تاخذوا الماء هنا ما كفاش تشريو السيتيرنا وتغسلوا بها. لوني بلي مبران شي الماء. وتتكفاكم يعني السيتيرنا؟ كتعاونوا من جيوبنا. باش ندخلوا الماء للقرنة، حنا كنخلصوا الجماعة باش ندخلوا الماء للقرنة، حنا كنخلصوا باش نشرو الماء، الجماعة ما كتدعمنا بوالو، حنا خاسرين، حنا كنخلصوا القرجطان كنخلصوا كل شيء، وباقي نصوبوا القرنة من جيوبنا حنايا، حنا خاسرين من جهتين وخاسرين من جهتين، خاصنا القرنة خاصها شحال من حاجة. يعني مكرفسين هنايا. خاصها الصرف خاصها شحال من حاجة، ها هي كتشوفي. حنا عايشين في الفلوس حنا كنعانيو بزاف في هاد الحد ديال الدرا ومشهور بزاف الملحه منين تجيبو هادي بانت لي غليظه ياسميمو ما تديروش الملحه الرقيقه العاديه علاش حنا دايره غادي ياسميمو بحال هادي تحافظ عليها تتصبرها تحافظ عليها كان هذاك الوسخ والكلشي دابا شحال تتخليوها هنا شحال تتبقى هنايا تتنشف غادي ماشي نص ساعه ونحيدوها نص ساعه تحيدوها وتجمعوها وتيجيو ثاني طوموبيلات تيدوها لمدن اخرى تيديهم هو تيوزعهم كيمشيو للناس اللي كيديروا واخا سيدي شكرا الله يسر الامور.